هنا يفرقون بوفات إذا أنت هنا تنظر إلى مكان بالخريطة. إذا هنا يتم تفريق البوفات كما ترى هنا. هذا المكان بالخريطة الصغيرة كما ترى بالأسفل، وليس في المكان هنا الذي تظهر فيه، بل في هذا المكان الجهة الأخرى السفلى. هنا تقف ويتم تفريق البوفات هنا. تلك البوفات تقوي شخصيتك. يتم تفريق البوفات هنا كل ربع ساعة. إذن وهنا أيضا كيف يعني تشتري من السوق، فقط تضغط هنا على من يبيع وتجد الأشياء التي يبيعها. مثلا هذا الشخص يبيع بطاقة كيوبي. واو كيوبي، ألو كيوبي مثل مسلسل ناروتو. ثم بطاقة العنكبوت الجليدي 100 بطاقة. واو يعني بطاقة فارغة، رائع. إذن نقف هنا ونصبر قليلا حتى يتم إعطاءنا البوفات. يجب أن يتم إملاء هنا قسمين من البوفات كي تعتبر بوفات كاملة. الآن ليست كاملة، جئنا متأخرين قليلا. إذن يتم إعطاء البوفات الآن، رائع جدا. عندما تسمع هذه، إذا هذه هي البوفات تظهر هنا بالأعلى. يتم الآن توزيع هذه البوفات، وهذا شيء مهم جدا باللعبة. يعني عندما تأخذ بوفات يسهل عليك قتل وحوش حتى لو كانت أكبر منك في المستوى، وهذا يزيد من رفعك للمستوى بشكل أسرع. يعني إذا كنت تقاتل بدون بوفات ستكون اللعبة ستجد صعوبة باللعبة، سوف تجد صعوبة كبيرة. لذلك دائما خذ بوفات كاملة بهذا الشكل، تكون في على شكل سطرين من البوفات. هذه هي بوفات كاملة. إذا الآن كل ما علينا هو الخروج الآن من السوق. إذا أخذنا بوفات كاملة. إذا للخروج اضغط على هذا الضوء. فكما ترى هنا الآن الدم الخاص بنا لم ينقص بل ازداد حجمه كثيرا، لذلك أصبحنا يعني أقوياء جدا. لذلك فنقوم الآن بالقيام بخطوة مهمة جدا، وهي الذهاب إلى المرسل أولا. إذا هذا هو المرسل، نضغط على المرسل هنا. وهذه خطوة مهمة جدا، نقوم بضبط جندر نقطة عودة. ماذا يعني هذا؟ يعني عندما تموت أو عندما تقوم بتفعيل لفافة العودة ستعود إلى جندر. لذلك قمنا بضبط الموقع. إذا الآن نذهب إلى الصيد. قبل ذلك نقوم بتطوير سلاحنا عند الحداد. نأتي إلى الحداد، نضغط هنا، نقوم بتطوير فأس، تطوير إلى 2، تطوير 3، تطوير إلى 4، تطوير إلى 5، تطوير إلى 6، تطوير هكذا إلى نصل إلى الآخر. ليفل 9، إذا ليفل 9. إذا هيا بنا الآن نذهب. إذا نفتح الخريطة نذهب إلى أول محطة، وهي أمام صياد باجمر أو بحمر أو بحمر، ولا ما هذا اسم الغريب. هيا بنا نذهب إلى أول مكان رائع لي أتليبل السريع. هيا بنا ونذهب إلى ذلك البرج مباشرة. ننزل. إذا هذا هو المكان
معلوم. نقوم بالدخول هنا، نضغط على مثبت النشاط، ثم نستعمل هذه الترياقات الموجودة هنا، الطاقة. إذا لنبدأ، هيا بنا. كما ترى ليفلنا الآن 21، انظر الليفل يرتفع بشكل خرافي. 22، هيا الليفل يرتفع بشكل صاروخي جدا. أرأيت الآن ماذا أخبرتكم؟ الآن ليفل 23. لا ننسى دائما القيام برفع مستوى العمل وتقوية المهارات، لا بد من هذه الأشياء. هيا بنا الليفل 24 يا أصدقاء، بشكل سريع وخرافي. يعني الليفل الآن يرتفع، ونجمع الأطياف. الليفل 25، 26، نعطيهم. يعني أفضل منطقة لهذا المستوى. رائعة جدا، وهذه المنطقة قد تعرفت عليها بنفسي، لم يخبرني أحد بها. منطقة رائعة لترفع ليفلك بسرعة. هنا ستصل حتى الليفل 60 في هذه المنطقة، حتى الليفل 60 بشكل سريع جدا. ليفل 28 يا أصدقاء، ليفل 28. رائع جدا. ليفل 29 الآن، لنجمع كل هذه الجيوش. مرحبا بكم، هيا بنا، هيا تعالوا، هيا لنذهب للحفلة بسرعة، إنني أعرض عليكم للعشاء. هيا بنا، تعالوا، هيا بنا، تعالوا يا أصدقائي، تعالوا تعالوا. الآن حان وقت الأكل. هيا بنا للقتال. يا إلهي، انظر، يا إلهي، من سينقذني يا رجل؟ واو، وأنا اللي في 29 فقط. أنت لا يمكنك أن تقوم بهذا بدون بوفات، يعني عندما تنتهي البوفات ستموت. يعني لابد من البوفات أولا قبل القيام بهذه الطريقة. وصلنا 29، ولا
الآن اقتربنا 30. مبروك عليك مستوى 30 يعني بشكل سريع جدا. ونستعمل الترياقات. هذا رائع جدا. وصلنا الليفل 30 الآن. ما ننسى رفع مستوى العمل فهو شيء مهم جدا. دائما وأضع المهارات التي استعملها المهارات الهجومية. نضعها هنا هكذا. والبوفات أيضا البوفات أضعها بالأعلى حتى أفرق بين المهارات الهجومية والبوفات هكذا. هيا بنا تعالوا إلى الحفل. ثم لدينا المنجم الأول. المنجم الأول أيضا يعني منطقة رائعة جدا، ترفع فيها الليفل إلى تقريبا 60 أو 70. الليفل 70 في هذه المنطقة الخرافية عن خريطة سنريكم إياها الآن. هذه منطقة رائعة فيها خبرة. إذا هذا هو المكان بالضبط عند هذا البرج. عندما نفتح الخريطة المكان بالضبط هو في هذه المنطقة. هناك برج بهذا الشكل هو مكان الرائع والمناسب لرفع الليفل بشكل خرافي. أيضا تجد فيه الكثير من الوحوش. دائما عند هذه الأبراج تجد فيها وحوش كثيرة جدا. إذا نقوم الآن ب قتالها وكما ترى هناك الكثير، ويتم رفع الليفل بشكل خرافي. يعني منطقة رائعة جدا. هيا نقتلهم جميعا. وصلنا الليفل 32 اقتربنا. ايضا يمكنك جمعهم جميعا. تعالوا للحفلة. هيا نقوم بدعوتهم للحفل. اهلا بكم في الحفل. هيا مرحبا بكم. هيا تعالوا جميعا. هيا تعالوا للحفلة. نحن قادمون انتظرنا.
لا تخافوا، كل شيء موجود. إذا تعالوا هيا إلى الحفلة. واو يا إلهي، إنهم يقتلوني أو أنا من يقتلهم. هيا حاربوا. تحجير. اوه سويت. هيا اذا وصلنا الى 33. الصورة خرافية. لنجمعهم. هيا تعالوا. يا إلهي، إذا أتعرض للطرد. خذوا هذا. هذا الهجوم الساحق. خذوا هيا، يريدون الهجوم، يريدون قتلي. انا من سيقتلكم يا الهي. هيا نرفع مستوانا بشكل اسرع. وصلنا الليفل 35، وصلنا الليفل 36. ونحن مع الأصدقاء والأحباب. ألف مرحبا الوحوش. أوكي أنا قادم. نذهب. أنا هنا، هيا بنا. وأخيرا تجيرات اللفافات. إذا أنت جيرت اللفافات بالقرية المخفية ستجد لفافات المستودع المزاد كي لا تضطر للعودة دائما إلى المدينة. لفافات محاياة رقاقة الدم. شاكرا موجودة شاكرا ونغاروطو. لقد اشترينا مستودع متنقل. واو. لأن هذه هي العائلة، نعرفكم على العائلة الخاصة بنا. اي 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 اي. ما هذا؟ مرافقي يحجب الرؤية. هذا مفيد للصحة. اللفافة حيث لا تضطر إلى أن تعود دائما للبيع. نعم هيا بنا إلى الدهليز مكان نرفع مستوانا. إذا عندما ترفع مستواك في المنجم إلى حدود 40 أو 50 أو حتى 60 ثم يحين وقت الدهليز. الآن سنذهب إلى الدهليز، المكان الرائع الجميل. هيا بنا للدهليز. إذا لندخل الدهليز نأتي إلى مرسل الدهليز ويلسون، أو المهم مرسل الدهليز في أي مدينة ستجده. ليس اسم، يعني كل مدينة اسم آخر، يعني مرسل الدهليز تضغط عليه. ثم نذهب إلى منجم الضائع الأول.
إذا عندما تصل إلى منجم ضائع رقم واحد، إذا هنا تدخل إلى هذه البوابة التي وراءك هكذا دوبل كليك. إذا نصل هنا نأخذ مهمة حارسة الدهليز مثلا وضغط موافق، وهكذا نذهب. نسيت أن أحضر يعني السمرج. السمرج هو يعني الحيوان اللي تركب عليه. ولا هي العائلة جاءت لترافقنا هنا. أهلا بالعائلة اللطيفة الرائعة الجميلة. أحتاج إلى أسد، أعطوني أسد، أعطوني أسد أرجوكم. عندنا هذه عائلة شملة يعني الشعوب على المرافق. لديك أسد للبائع يا صديقي، أعطوني أسدا يا إلهي. أذهب لآتي بأسد، لقد نسيته. إذا عندما تكون في جندر وتحتاج إلى أسد سوف تجده عند دليل المغامرين. هنا ستجد السمرج الذي سوف يعني تركب عليه. سنشتري 3 قرار نهائي ونعود الآن إلى الدهليز. إذا في كل مدينة، في كل منطقة ستجد مرسل الدهليز كي تدخل إليه المنجم الضائع رقم واحد. هيا نذهب للحفلة. هيا أخيرا. واو جميل جدا، أصدقاؤنا وصديقتنا. هيا بنا نذهب بسرعة. ونحن الآن ذاهبون إلى المكان الرائع اللي ترفع ليفلك طبعا بسرعة. عليك ألا تضيع فتاة. تضغطون على نقش لتعرف أين تذهب بالضبط. فكما ترى هنا على الخريطة يجب أن تدور بهذا الشكل وتذهب إلى هذه الدائرة الموجودة بآخر الخريطة. هي المكان الجميل والرائع والجميل جدا. نذهب من هنا، ثم نذهب من هنا. وأخيرا نصل إلى المكان حيث يوجد الساحل الكبير، حيث يوجد الوحش العملاق العقرب اللعين. إذا هيا بنا نستعد للقتال. أو ماي جاد، لم أخرج مرافقي. هيلب مي، هيلب هيلب هيلب. تفعيل المرافقين، هيا تفعيل المرافقين. هل سيتركون أن يقوموا بتفعيل المرافقين؟ اوكي ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. لم يدعوني اقوم بفعل مرافق. الهي أخيرا هذه هي المنطقة الرائعة الجميلة. قطع الليل بسرعة. انظر الآن انظر الآن إلى الروعة. لا نستطيع القتال.
قوتنا. هناك عائلتنا أنتم بخير. ماذا يحدث؟ لقد أعميتني يا إلهي. أوه لا تدعسوني.
إذا البوفات التي تتلقاها هنا هي مؤقتة، يعني إذا وضعت مؤشر عليها فستعطيك الوقت المتبقي. مثلا هنا 21 دقيقة هي المتبقية لانتهاء هذه البوفات. ماذا ستفعل؟ تأتي دائما إلى السوق لتأخذ بوفات مرة أخرى قبل أن تذهب إلى الصيد أو تذهب إلى قتال الوحوش أو التليفل إلى غير ذلك. دائما تأتي إلى أخذ البوفات أولا. إذا لم تكن في السوق بعد مدة، يعني لأنه في كل مدة يتم نقل مكان تواجد البوفات. الآن توجد في سوق عكاظ، ولكن بعد مدة قد تصبح في أماندا أو في جندر أو في أي مكان آخر. دائما تسأل عن أماكن البوفات. إذا الآن ننتظر مرة أخرى البوفات هنا. إذا كنت تريد أن تخرج من أي فريق تضغط فقط على هذا السهم الصغير موجود هنا، ثم تضغط على الخروج من الفريق هكذا. وهذا رفيق للركوب، جميل جدا. واو، عليه رفيق جميل. إنها تمطر في أمل الشعوب. واو، الجو جميل جدا. يا سلام، الروعة. هو الحيوان بهذه الحفلة. ماذا سنفعل هنا الآن؟ بعد ننتظر. إذا كنت تريد أن تتبع شخصا ما في الفريق تضغط يمين الماوس ثم تضغط على اللحاق، وهكذا سوف تلحق به. يعني إذا لاحظت بأن شخصيتك تمشي بهكذا يعني بطيئة، فهذا يعني بأن حقيبتك ممتلئة جدا. لذلك قم بالذهاب إلى أي تاجر كيفما كان، تضغط عليه وتقوم ب مثلا الدخول إلى المخزن أو شراء البقالة إلى غير ذلك. يعطيك هذه المنطقة، هذه النافذة. هنا لديك، نضغط على بيع، نضغط هنا على بيع، ثم نقوم ببيع الأشياء الغير مهمة. طبعا الأشياء الغير مهمة، تختار الأشياء هكذا مثلا، ثم ضغط على قرار نهائي، وهكذا يعني تستمر في بيع الأشياء. وأيضا لا تنسى دائما أن تقوم بحمل حقيبة التي تحمل يعني أكبر عدد. مثلا هذه تحمل الوزن 4000، دائما تضع الحقيبة التي تحمل أكبر وزن حتى تجمع أكثر عدد من المواد. انظر إلى الأدعية واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. شكرا لك يا أمل الشعوب. إذا لا ننسى طريقة أخرى مهمة جدا في ترفع مستواك بشكل سريع جدا باللعبة، وهو الانضمام إلى الكتيبة، سيرفع مستواك بشكل سريع جدا. أو إنشاء فريق مع أصدقائك إذا كان لديك أصدقاء مثلا. ولكن انتبه جيدا، يجب أن لا يكون الفرق بين الليفلات أكثر من 20 ليفل. إذا كان مثلا ليفلك مثلا 10 وليفله مثلا 40، فلن تربح أي خبرة إذا قمت بإنشاء فريق معه. لذلك انشئ فريق مع شخص قريب لك في المستوى حتى يعني تتليفلون معا، يعني ترفعون المستوى مع بعضكم بشكل سريع جدا. كيف نفعل ذلك؟ نتجه إلى نافذة التحكم هنا، هي بالضغط على التي. إذا في نافذة التحكم نضغط على إنشاء فريق. هيا هنا ندعو الصديق إلى الفريق. مثلا نضغط على الصديق وضغطت على ندعو للفريق هكذا، تدعو هنا للفريق. أو تقوم بالضغط هنا يعني تنظيم فريق. ثم لدينا نافذة أخرى الخاصة بالفروق، هي بالضغط على الجي. فلديك هنا العثور على فريق، فهذا مهم جدا.
هذه الفروق تقوم برفع مستواك بشكل كبير. انت فقط على اسم الكتيب، اسم الفريق. احيانا يكون هناك فريق يطلب منك المال، يعني القطعة الذهبية، مقابل ان يقوم برفع مستواك. لكن في بعض الاحيان نجد بعض اللاعبين يقومون برفع مستوى اللاعبين بشكل مجاني فقط للمتعة، لذلك دائما تفقد هذه النافذة.